التوسل دي كل أشياء خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن في سورة المائدة في الآية 35: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. خمسة حاجات: إيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقوى، وابتغوا إليه الوسيلة ثلاثة، وجاهدوا في سبيله أربعة، الفائدة لعلكم تفلحون. مش هذه الآية؟ آية. قال ابن كثير رحمه الله: إذا ذكرت التقوى مع الطاعات فالتقوى اجتناب المحرمات، فإذا ذكرت مع الطاعة فالتقوى اجتناب المحرم، أما إذا ذكرت وحدها فالتقوى فعل الطاعة واجتناب شنو؟ المحرم. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن كثير: والوسيلة ما يتوصل به إلى غاية، ولا خلاف بين المفسرين في هذا، يعني ده إجماع، ولا خلاف بين المفسرين في هذا. الوسيلة عشان تفهم موضوع التوسل ده تاني ما يخشك به، التوسل الوسيلة ما يتوصل به إلى غاية، الوسيلة ما يتوصل بها إلى غاية. زول جيعان غايته إشبع، وسيلته شنو؟ الأكل، صح ولا ما صح؟ توسل إلى الشبع بأكل الطعام. زول عطشان غايته الري، داري روى، وسيلته يشرب مويه، صح ولا ما صح؟ دي الوسيلة. انت حران ودار تكون متكيف في الجو البارد، وسيلتك بتشغل شنو؟ المكيف او المروحة. بعد قطعت الكهرباء تتهبب، امور واضحة. الوسيلة ما يتوصل به الى غاية. زول داير حاجة من الله سبحانه وتعالى، داير رزق، داير جنة، داير رحمة، داير مغفرة، داير الله سبحانه وتعالى يكشف عنه كربة، مش دي غايته؟ غايته هاي. عشان يصل للغاية دي اتخذ وسيلة. ما هي الوسيلة؟ قال ابن كثير، قال قتادة: وابتغوا إليه الوسيلة، أي توسلوا إليه بطاعته، تعمل الطاعة. وذكر كلاما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان في سنده انقطاع، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس قال الوسيلة القربة إلا أن يثبت بسند آخر، لكن انت نقل لك كلام قتادة من التابعين: توسلوا إليه بطاعته. وسيلة دي الطاعة، يعني يا الله أنا صليت، أنا داير رزق، يا الله عشان أنا صليت لك كان قبلت صلاتي دي أديني الرزق. ودي في القرآن وفي السنة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا، شوف توسلوا بشنو؟ آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسل لله بطاعة. شكي في حديث النفر الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى الغار، دخلوا الغار فنزلت صخرة انحدرت فسدت باب الغار، كما قال الإمام محمد أمان الجامي: انقطعت عنهم أسباب الدنيا، ما عندهم شيء يفتتوا بالصخرة ولا بشي. قالوا: وكانوا من بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء من بني إسرائيل. الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام، الأنبياء من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، ومن إسماعيل. من إسماعيل تاني ما في نبي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. دي جانب شنو؟ ذرية إسماعيل. الولد الثاني لإبراهيم عليه السلام إسحاق، ولد يعقوب، وسمي يعقوب ولقب بإسرائيل. كان قيل كان يسري ليلا، وقيل إسرائيل عندهم في تفسير العرب هو العبد الصالح.
الأولاد الجو كلهم تاني من ذرية إسحاق. فهمت المسألة؟ يعني الثلاثة ديل أجداء الناس من بني إسرائيل، يعني في أنبياء قبليون، وديل ما أنبياء كانوا ممكن يقولوا يا إسحاق تلحقنا، ويا يعقوب تلحقنا، ويا فلان من الأنبياء تلحقنا، داود، موسى عليه السلام، يوسف، كلها من ذرية إسرائيل، من ذرية إسحاق. فإنت بعد ذاك من ذرية إسحاق يعقوب اللي هو إسرائيل. فالناس ذيل الثلاثة ما نادوا نبي ولا نادوا رجلا صالحا، ما نادوا كذي، قالوا لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. واحد دعا ببري لوالدين، اللهم كان لي أبوانك شيخان كبيران وكنت لا أخبق، يعني لا أطعم، لا يتعشى بسببي أهل ولا ولد إلا ولا يعني ولا رقيق إلا بعد أن أغبق أبوي. اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، ثم نأى بي طلب الرزق، نأى يعني ابتعد، ماشى بعدين نأى ابتعد بعيد. قال فتأخرت عنهما فأتيتهما وقد ناما فكرهت أن أوقظهما. شوف البرد قدر كيف. فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو ولدا. لا دار صحيون إزعجون، مع أنه كان صحاون للعشاء ما إزعاج. تأتي أبوك لو نايم يقول تلابة في حرامي في حرامي، ده إزعاج صح ولا ما صح؟ لكن قلت تلابة وخطت لبس بوسة قدامه، مفتح عيونه يقول لك يا ولدي جيت 200 ان شاء الله كويس، ما ان شاء الله ما حصل لك حاجه، الحمد لله امور بتوضح ولا كيف؟ انت ما بحسب الشيط صحيته له. اذل بدل صحيح للعشاء من شده بره ما دار يصحيهم، وكمان ما دار شنو؟ ياكل الاولاد قبليهم. قال فمكثوا وهما نائمان والصبية يتضاغون تحت قدمين، قدمي الأولاد قاعدين يبكوا تحت كرعيه، وأنا واقف إلى أن برق الفجر. زول جاي من الشغل يعني جاي تعبان، واقف والأولاد بيبكوا تحت وديل نائمين. شوف عليك الله دبير ذاته عجيب. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بنا من كرب. قال فانحدرت الصخرة انفرجت غير أنهم لا يستطيعون الخروج، فتحة بسيطة. الثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، ثم إني دعوتها فأبت علي، ثم ألمت بها سنة حوجة فجاءتني قال فأعطيتها 120 دينارا أو درهما على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا بلغت منها مبلغ الرجل من امرأتي قبل أن واقعها، وفي رواية فجلست بين شعبها الأربع، شعب الأربع اليدين والرجلين كالشعب. قال قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. شوف العبارات دي، اتق الله جوا القلب. يعني الشابة دي قالت الكلام ده، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني إلا بالزواج. قال فقمت عنها أو منها وهي أحب النساء إلي. فالزول ده اتقى الله في موضع تاع شهوة. هالزول تلقاه تقول له ما تحضر أفلام، ممكن أسبوع ما يحضرها، لكن خش النت وفتح الموقع ونشط وخش عديل وبدأ يحضر
تجي تقول له اتق الله يقول لك هاي بعدين بنشوف ان شاء الله كذا بس النتيم دي بس ما بيقدر يقوم من معصية بعينه. لكن الزول ده اتقى الله في موضع عظيم دل على قوة إيمانه. قال اتق الله قالت اتق الله كلمة دي أثرت فيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مع شدة الشهوة قام عنها. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من الكرب. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لسه صخرة ثقيلة ما بيقدروا يزحوها ثقيلة جدا. فقال الآخر الثالث اللهم إني كان لي أجراء فأعطيت كل أجير حقه إلا واحدا منهم ذهب فترك ما عنده ما له علي ثم إني ثمرت له ماله نميت له ماله ثم رجع بعد فترة فقال أعطني أجرتي أو حقي ورد علي أجرتي. قال ما ترى من البقر والماعز الغنم إلى آخره والرقيق فهو لك. شاف البقر ده كله والناقات والحاجات كلها حقاتك. قال أتهزأ بي؟ قال لا. قال فأخذه ولم يترك لي شيئا. شال انشت ولا اداني غنم عتود. قال لي جزاك الله خير. شال انشت مشى. شوف الأمانة دي. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الفعل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من الكرب. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الناس زي اللي توسلوا لله بصالح شنو أعمالهم. وأسيت إن جاتك كربة توسل لله بشنو؟ وأنا إن جاتني كربة نتوسل لله بشنو؟ سأل الله يوفقنا لطاعته. فذا اسم التوسل بالعمل الصالح. وده تفسير الآية القربة والعمل الصالح. وتتوسل لله بأسماء الحسنى وصفات العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتتوسل لله بدعاء الرجل الصالح الحي. الحي بعد نتم الحي الزول حي قلت لها فلان أسأل لي الله ده ما شرك وإن كانوا موضع نقاش بين العلماء لكن ده ما شرك بالله تعالى. يا فلان أسأل لي الله سأل لك الله ألاز ده حي سأل لك الله دي ما فيها شيء. لكن هو ميت. الدعاء مش عمل صالح ولا ما عمل عمل. هو ميت كيف يدعو لك الله وعمل انقطع؟ الرسول قال عمل انقطع. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. الناس ما مصدقين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك عمل انقطع وتتمش له في قبر تاني. وقول لك لا ما احنا متوسل لله بمكانته بمكانته بمكانته. اي قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. ما مصدقين الآية دي النازل. ومن أساف عليها. والله يا مولانا ما نازل ما بنحبهم تحبهم وتشرك بالله تعالى. لا ما مولاي التوسل كيف يا مولانا؟ هو باختصار التوسل ده انت بتتوسل لمنو؟ لي الله. يعني بتقول يا الله بيكد الديني وانا وريتك التوسل الصحيح. يا الله بصلاتي دي الديني الشي الفلاني بيجوز لك يشرع لك. النازل ما بقولوا يا الله بكذي. النازل بيقولوا يا فلان عديل الحقنا يا فلان عديل يا الحسن من المحن يا ود بدر من الفقر يلفي العيلفون الأسرع من التلفون. انت ما قلت يا الله بكذي. التوسل فيه ثلاثة حاجات. ركز في النقطة دي عشان نمشي للنقاط النقاط البعادة. الزمن الليل ليل. التوسل يا جماعة أي زول يقول لك توسل يقول لك دار مناظرة ده. بس أدي سؤالين بسيط جدا. سؤال أول التوسل فيه كم حاجة؟ فيه ثلاثة. فيه ثلاثة التوسل. ركز كويس. واحد متوسل. اثنين متوسل إليه وهو الله تعالى.
ثلاثة وسيلة. يا الله بصلاتي نجي كربتي. انت كونه تقول يا الله انت متوسل، انت متوسل، وكونه تقول يا الله، الله هو المتوسل اليه، انت ما توسلت له. والوسيلة شنو؟ الصلاة. مش ثلاثة حاجات؟ اي الدعاء فيه حاجتين، فيه داعي وفيه مدعو. يا الله نجيني، ما ذكرت توسل، يا الله نجيني، فيه اثنين. زول قال يا شيخ فلان الحقنا، ديل ثلاثة حاجات ولا اثنين؟ انا دار اعرف ديل ثلاثة ولا اثنين. يا شيخ فلان الحقنا، انا قلت يا شيخ فلان انا داعي، وما قالوا توسل. يا شيخ فلان الحقنا، انا المتوسل، المتوسل اليه منه؟ ان قلت الله كذاب، انت قلت شيخ فلان، يا شيخ فلان الحقنا. وان قلت انا المتوسل، ها شيخ فلان المتوسل اليه، وين الوسيله؟ ده توسل ولا دعاء؟ ده دعاء، ديل مش حاجتين؟ الكلام ده مش واضح؟ اي زول يناقشك قول له بتقول يا الشيخ الحقنا، اي وين التوسل؟ التوسل ده ثلاثة، متوسل، متوسل إليه، وسيلة. والدعاء اثنين، داعي ومدعو. انت قلت يا شيخ فلان الحقنا، ديل اثنين ولا ثلاثة؟ ديل اثنين. بقدما توسل ده دعاء عديل، راسه عديل. والله قال لك ما تدعو غيري، قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لكن نازل ألفوا كتب ومصنفات جابوا فيها باطل من أبطل الباطل. والله كتاب اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، عشان ما يقول لك ونحن ويتوس عملنا وفعلنا. صوفية ده ألفوا كتب ومصنفات موجودة في السوق، النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، تأليف عبد المحمود، تأليف عبد المحمود نور الدايم، ده تعطابت هاي. ده بعدين تعرف قال في النصرة العلمية شنو قال؟ قال الشيخ عبد القادر، بيصلبطوا فيهم سايف النازل. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: الملائكة لهم شيوخ، والجن لهم شيوخ، والإنس لهم شيوخ، وأنا شيخ الكل. انت فاهم كلامه؟ الملائكة لهم شيوخ، والله قال كذي قريتها بعيوني دي اللي بتخش القبر. الملائكة لهم شيوخ، ما ذكروا لنا. والجن لهم شيوخ، والإنس لهم شيوخ، وأنا شيخ الكل. يعني شيخ شنو؟ الملائكة والإنس والجن والإنس، الملائكة والجن والإنس، هو شيخ جد. قال تطور الأولياء، ده عنوان في النصرة العلمية، جاي ينصره طبزة مرة واحدة، جاي كحلة زي ما قالوا عماء. قال تطور الأولياء، ده عنوان تخد جواه. قال أحيانا تدخل على الشيخ فتجده شيخا، وأحيانا تدخل عليه فتجده حنشا، وأحيانا تجده شيئا آخر. يعني أنت بتخش على الشيخ بتلقاه شيخ، تخش مرات تلقاه حنش، مرات تخش تلقاه فيل عتود، بس أنت تأكله زاي. بس تطور الأولياء، مشى مشى. قال استشفاع الملائكة بالأولياء، الملائكة بيستشفعوا بالأولياء، توسلوا إلى الله بالأولياء، أو بيستشفعوا بالأولياء. مشى مشى، أنا داري أجيب لك كلامه. قال الملائكة بعدين بيتوسلوا أو بيستشفعوا بالأولياء. مشى قام جاب قصة نقلها من الطبقات الكبرى للشعران. قال واحد اسمه عبد الرحيم المغربي، قال ده من كراماتي أنه حكي أنه كان جالسا مع بعض الناس حواريين وجماعة دراويش قاعد معهم. قال
فنزل شبح من السماء ثم صعد الشبح. فقال الشيخ، فقال الحاضرون للشيخ: ما هذا يا شيخ؟ قال: هذا ملك من ملائكة الله، ملائكة السماء، ملائكة الله. قال: وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه، فشفعنا له عند الله، فقبل الله شفاعتنا فيه، شفعنا له عند الله. الملك قال غلط وجل الشيخ الصوفي الهون ساوينه من مشايخه، قال جل الشيخ واستشفع به عند منه؟ عند الله تعالى. ملك، ملك